كسب دينا من اللي فايلقى وجيه مسفرات. يا هلا ولا هلا باللي يجينا، يا هلا ولا هلا باللي يجينا، يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا، يا هلا يا هلا يا هلا السلام ورحمة الله. صوت الكهف. وإلى اعتزلتموهم ما يعبدوا وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف إلى الكهف ينشر لكم ربكم الرحمة ويهيئ لكم من أمره مرفقا. من أمركم مرفقا. مرفقا شف مكسور مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت على إذا طلعت ليش قطو هنا فتحة طلعت تزورهم عن كفاف طلعت شوف الحركات تزاوروا عن كفافهم كهفهم ذات يمين وإذا قربت تغرضهم ذات شمال. شوف ايش يقول وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم يعني تزور كهفهم وتختفوا ذات اليمين وإذا قربت تغرضهم ذات الشمال تقريضهم تقريضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ومن يهده الله فهو المهتد ذلك من آيات الله الله
ذلك من آيات الله من يهدي من يهدي من يهدي الله ذلك من آيات الله ومن يهدي الله وهو الله لا كسرة إيه بس أنت حطيتها من يهدي بدونها من يهديه أنت قلت يهده لا من يهدي من يهدي الله فهو من يهده من يهدي الله فهو المهتدي من يهتد من يهدي الله تخفيف من يهدي الله من يهدي الله من من يهده الله فهو المهتد ومن يظلم فلن تجد له وليا مرشدا 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 وتحسبهم ايقاظا وهم وتحسبهم السين فتحة ساء وتحسبهم أيوة إيقاظا وهم رغود أيوة ونغلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا وامتلئت منهم رعبا ولا ملئت منهم رعبا تدري انها صعبيات قل والله ما ذلك ما شاء الله قريت زين صعبات اصعب شيء صعبات لعب بالفتحه والكسره اي كل التشكيل لا اصلا كلمات حتى شف مثلا فاو ما تجدها في القران ولا ملئت تزاور كلها كلمات صعبه لكن شوف السهوله هنا مثلا استغفر الله احنا كل جمعه نقراها غلط اجل والله يبي لها ضبط لكن شوف مثلا الايات هنا قاف قاف حط هنا مثلا ألف لام ميم قلبة ذي تدرس سالفتها يوم الرسول صلى الله عليه وسلم كان خندق ها الخندق لا لا ها يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين الروم والفرس حرب 628 ميلادي الرسول صلى الله عليه وسلم لا قبل ما ينتشر الإسلام في مكة هي 628 ميلادي الرسول صلى الله عليه وسلم 571 الرسول كان مع الروم لأنهم من أهل الكتاب والأهل قريش كانوا مع الفرس هامته يبشرون أن الروم انهزموا قال هو الله نزل إلى أهل فلاميم غلبة الروم في أدنى الأرض الأردن أدنى الأرض مكان نازل ترى الأردن من الأرض المتواضع تدري ولا لا تدري إيش معناها إذا هي للحين ما ثبت لكن إذا معناها في أدنى الأرض أنا أنزل بقعة فلان أنزل بقعة أي الأردن على الكرة الأرضية كلها أي الأردن كشفوا أن الأردن أنزل بقعة في الأرض كشفوها قبل يمكن 10 سنوات القرآن من قبل فلان في أدنى الأرض يقولهم إيه السلام. وهم من بعد قلبهم سيغلبوا قلبهم سيغلبوا في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد أمر الأمر من قبل ومن بعد ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. شوف 4 سطور مخطئة الخطين هناك في كل صف سهلة لكن ديك صعبة عليها. وعد الله لا يخلف وعد الله. لا يخلف الله وعده. ولا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا. ظاهرا. تنوين كسر نون تعتبر مثل النون صح يعلمون تنوين. ظاهرا من الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا انتهى التنوين يكون ما هو موجود شوف يعلمون ظاهرا من خل التنوين عرف لكن متى يكون مش موجود أشوفه ولا أقدر أنطقه هذا عند محمد عند أجل ما لك فاهمها بالتجويد أعرف أنطق بس لا تعدل لي خلني أقرأ عليك يعلمون ظاهرا ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم صح؟ إيه وهم صح عن الآخرة وهم غافلون لآخرة وانتي لآخرة كسرة إيه لآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وأجل تنوين تحت تنوين تحت يعتبر مثل اللي فوق إيه في المشكلة بالحق وأجل مسمى وأجل مسمى وأن كثير من الناس بلقى ربهم لا كافلون دائما تحقق الهمزة تقول وإن لا قل حققها خلها تطلع قل وإن
وإن كثيرا من الناس بلغاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر بدون شد بدون شد وينها أكثر بدون شد عمروها لا بدون شد أنت تقول عمروها لا تشد المين وعمروها أيوة أكثر مما عمروها بدون شد بعد عمر على طول بدون لا تقول عم كل عمروها عم أكثر ما عمروها مما عمروها وجاءتهم رسلهم أيه؟ بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أيوة. أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدو الخلق ثم يعيد ثم إليه ترجعون يوم تغوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين السلام. يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ما شاء الله عليك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا الصلاة حيا الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا شغال على طول قال مايك استووا اعتدلوا تقاربوا سدوا الخلل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه
فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. طبعاً نفتخر أحياناً بأن نرى بصمات بعض مراكز التحفيظ. طبعاً نيابة عنكم أرحب بزميلنا المتمم والحافظ لكتاب الله مصطفى، اليوم إمام لنا، هو أحد حفظ كتاب الله من جمعية سمو. هذا الرجل الآن إمام لمساجد، كم رجل كسب أجر هذا الرجل ودعم حتى خرج لنا مثل مصطفى. مصطفى طبعا انا والله جالس اناقشه، ودي لو مصطفى بس يقوم معي، بس انا وياه ناخذ دردشه بسيطه. مصطفى بس ابغى اسالك سؤال انت جاوبني عليها، واحنا اول شيء سعيدين رحب بك عندنا في بيتك الثاني. نبغى بس مصطفى، من وين انت وفين تميت حفظ القران؟ طيب اخوكم مصطفى حسن حمد الفقيه من محافظه القنفذه، خريج جمعيه سمو تحفظ القران الكريم بالقنفذه. أحفظ القرآن كامل لله الحمد. إيه والله. والمرحلة الدراسية في الجامعة. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. تخصص دراسات إسلامية. إيه. الله يبارك فيكم جميعا. مصطفى إيش تقول للناس اللي الآن ساهمت في دعم حلقات تحفيظ سواء بروات المعلمين أو
بإرشادات أو حتى خرج مصطفى وأمثاله للمجتمع؟ أول أنا ما ننساه من الدعاء، أسأل الله أن يتقبل منهم ويخلصهم من نية إن شاء الله، ولا خسارة صراحة في الدعم لأهل القرآن. بيض الله وجهك مصطفى. أنا أقول للناس إن شاء الله بإذن الله يسر. أقول للناس، أقول برضو لزملائنا، شوفوا صدقاتكم في مراكز تحفيظ الأوقاف تخرج مثل هذا للناس دعاء لكم، لن أنسوكم. قال مصطفى دعوة من ضمنها ناس ساهموا في تحفيظ، قال بيض الله وجيهم والله يجزاهم عنا خير الجزاء. أتمنى لكم التوفيق، أرحب مصطفى مرة ثانية، وبإذن الله كل يوم حنشوف إمام بإذن الله من سمو أو من غير سمو بإذن الله، أحد إن شاء الله. الله يتحياك الله مصطفى. كيف الحال؟ طيبين؟ كيف حالك؟ طيب إن شاء الله كم مرة؟ طيب شرفتنا يا مصطفى. يا بنت شرف لي والله. يا هلا يا الغال. إيش طيب؟ أجزك خير إن شاء الله. نهر قلبك إن شاء الله. خوش حالك طيب. يا هلا والله. يا مرحبا. سلم. كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. شو مقدار ما رجحنا؟ كيف حالك؟ طيبين. حيا الله الغال. نورتنا شرفتنا طيب. الله يجزاك خير. الله يبارك فيك. سلمك إن شاء الله. هلا حيا الله حبيبي. ما شاء الله عليك. طيبين. سلم فازك امين يا رب وياك. كيف حالك؟ طيبين ما نساك. سلام حي الله. طيبين النجم القيم. سلام كيف امورك؟ يرفعك دارك الاحتياج الذي ممكن تحتاجه. كيف صحتك؟ يا رب لك الحمد. حي الله الغالي عبد المجيد. كيف الحال؟ هلا طيبين. سبحان من اعطاك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. من بعدكم الله. كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. امين يا رب. اي والله الله يحفظك. كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. يا هلا والله. اي والله خير ما قلت يا حبيبي. بارك الله فيك. كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. اششني. حيا الله. كيف الحال؟ طيبين ان شاء الله. اخبارك؟ عساك بخير. بارك الله فيك. كيف حالك؟ سلمك الله. يا هلا والله. طيبين. الله يبارك فيك. سلمك. حياك الله. كيف حالكم؟ طيب ان شاء الله. بعيد والله تعبان. ابد لا انا كنت شافة احنا والله انا اخذ المرض منك. كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. حيا الله. حيا الله. بارك. كيف حالكم؟ طيبين. شرفتنا. الله يبارك فيك. شرف لي والله. الله يبارك فيك. سلمك. الله يبارك فيك يسعدك ان شاء الله. يا مرحبا. يا هلا على شيء عبد الله. الله يبارك فيك. الامارات وانعم والله بهالامارات. ونعم حالك. الله يرحم والديك. يا اي اي صح يو اي اي ايوه. طبعا رحت انا دبي صلي طبعا ما شاء الله في رمضان. نعم ما شاء الله صليت في صليت في محيصنة. كانت تعرف محيصنة في دبي؟ ايه. الله يحييكم وحبابك المسامحين وعلينا الكلافه. ابد يا شيخ احنا ودنا نستضيفك. انا السعاده تغمرني من مفلق راسي الى خمس قدمي بوجودي والله. الله يبارك فيك. الله يسعدك يا رجال. الله يبارك فيك. سلم ان شاء الله. بيض الله. الله يبارك فيك ويسلمك يا اخي. انت في مسجد تغلق هنا تغلق في نفسك. قلت احب ترى قلت احب هنا بيقول لي لا اخذ جوله شام قال لا يا اخي بعدين ليش وبعدين عندي تعال 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 اقسم بالله اظن انه من جد مطيع. تعال 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 من فوق لا ومسك الناضج بعد يا قاط من فوق الله من تحت على تدري ليش؟ تدري ليش؟ ليش؟ ما تصدق لو اقول لك ليش؟ هذا من قيام الليل وعلي بالحرم ما اقول لك قيام الليل قيام الليل وحده وحده لا لاني كنت اذا تعبت اتك هذه وارفع ذي ما شاء الله. هذا انت قصدك جمبازي الغالي قصدك جمبازي الغالي قصدك تسوي صقر كذا تصلي ولا تسوي جمبازي؟ يقول يصلي يسوي زي كذا اذا تعبت اذا تعبت اذا هذا بدلت بس اقعد هذيك الظاهر انه يحلق اخر الليل وينزل على ريف احد الله يعين ان شاء الله. الزهد الزهد والله اني تعبان ودهينا مريضه والله. ابغى اسمع قصه عمر بن الخطاب انه ثمان رقع في ثوبه. ايوه في ثوبه ما هو في ليش رايح؟ من التواضع راح فلسطين بيفتح حلقه الى كل ثيابها رقع زي كنت فتحت الناضج شاري لكم شيء. فتحت الناضج وين رقع الشراء؟ الله فتحكم ما هو واحد واحد ناضج وواحد عمر بن الخطاب. يا ولد يا ولد يا ولد انتوا الناضج ذا اقسم بالله صحيت تعبان راح المستشفى واشوفكم زي شفت الضباب شوفك كم مره زي الضباب وعرفت وشفتكم تناقشون فارس ينادوني منو؟ لا هذا الغنم هذول يقربون اي لا ابى اقول لك كلمه خلنا اكمل خلنا اكملها المهم وطالع اللي والله زي الضباب شي بومبه والله ما ادري لا دونا كذا يقولون جيب لنا بندفنا لا يقول ذاك بالغارب وانت قاعد عمك صبر الله رب أه؟ محشومين والله اي صح انت مصيبه هذا غلط عليك بيده بعد لا والله لا غلط يقري ترى يمك برا ذاك ايام المدرسه فارس فارس انا بسالك
اصبعي كذا بالسلفت. هذا بحرب الخليج. انا ما مشطوف. الظاهر انك كليته. لا هذا بحرب الخليج. حرب الخليج. باخذ لك شظيه. جات رصاصه على جات بتجي على ابوي وكنت ارفع رجلي كذا. ورديتها. رديتها بس. انا شفتها. كنت رايزر. شفتها في ذي البنيه انا مرة لا مو فيلم ماني بس سامي الغالي الفيلم حق ذاك اللي كذا. تقول انا اتحدى؟ لا لا. كيف كيف قلب كذا وقف. انا رصاصة ابوه. شوف الرجال من قيام الليل انا من الحرب. انت اللي في عقلك وش هو؟ انت من عندي للدرجه من ايش اللي في عقلك؟ والله اهم منكم من معرفتكم. ما عندي كثر انا في اثر هذا حرب وتضحي لابوه وهذا وانا قيم لي وانت تدري هذا اللي في وجهك ايش؟ انا اعلمك شيء من ريبن هود. من من؟ ريبن هود. ريبن هود؟ ايي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 ي
لا 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 تجيب السنة. أنا أعلمك الرجال هذا استقان عليك السابط. الرجال كان يقوم هذه علامة ماركة. لا كان يقوم الليل وكان في حديدة سلاسل تحته قريخ شعب بسرعة وكان جاء وسجد بسرعة. فبعد ما خلص الصلاة الدم يصب ما دريت اللي بعد ما خلص بعد الصلاة من شدة الخشوع من شدة الخشوع يوم سكى زي كذا اللي والله الدم يوم راح لقى العلامة. زين أقول لك شيء ما رحت مستشفيات في مسجد لا 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 عشان ليش تغلق عشان ما يسألوني وأقول من قيام الليل وأخرب الأجر تغلق في مسكم في مسجد تكذبون يعني برا شو بسوون أقول طلعنا خلونا نلحق النجم الغيم شوف نجم الغيم عندنا أقول لك شيء العزيز اللي في الكذبة ذا النجم الغيم وأنا العزيز اللي في الكذبة هنا يعني بس إيش أنا صرت أبعد أنا بعد حقة سندباد هذيك قصرت يدي أي سندباد قصص سليمان بس سليمان سليمان صقع سندباد قاعد أقول لك سندباد رجل بحار إنه الريح ذا على بنت قهوة بنت قهوة لا بنروح عيال في النجم القيمي أخذ لنا في يرقة ايش؟ وش السؤال؟ السؤال يقول وش عيد الاحتياج اللي يمكن تقدمه لغيرك الاحتياج الذي تقدمه لغيرك؟ انا فهمت صبر انت يعني انت عندك منشد هذا احتياج شلون تقدم الانشاد لغيرك؟ صبر الاحتياج وكيف ايش؟ وكيف تقدم لغيرك؟ السؤال بس هذا طال عمرك انا عندي حكمة صح؟ هذا هو اقدمها لذول اللي ما فيهم عقل فهمت عشان يستودون مني هذه احتياج محتاجين العقل كل اللي يتكلم عن اللي ناقصه هو ناقصه عقل فين يتكلم عن العقل معليش من ذا لا انت قاعد تقول كلام حلو ليش الضحكه اللي تو ها قاعد تقول كلام حلو ليش الضحك سهل قضيت ابي قرب ابي لي قرب قاعد اجاوب ما هو الاحتياج خلص اقرا من الربع ما هو الاحتياج وش الذي يمكن تقديمه لغيرك وكيف تقدمه ما هو الاحتياج الذي وش لا تكتب السؤال خلاص اكتب الجواب على طول عطني انا السؤال ما حفظته وش اجين عطني الجواب يعني مثلا قل انا عندي ساعة الصدر كيف تقدم غيري جالس اضحك الناس وبس وانا جالس ما انك والله حتى احتياجك ما من فايده فنجان قهوه يا عبد الرحمن لا لا بس والله انا قهوه مضبوط بس الله يسلمك لا والله بس بقلم اذا الربع ترى اذا تاخرنا عن الدخول ترى خصم الربع ما جاء اكيد بيجي اي بس يتوقع بي له بس الله يستر والله ماني فيه والله انه عالمي والله ماني فيه والله انه عالميه يعني مش والله انه عالميه ابدا والله انه تعدل الارض والله اني ما اردك يا الغالي والله قادرك على العين وراس لكن اسمح لي عالميه والله لا تفوتك ايش دعوه قهوه تعدل المخ يوم ما رد عبد الرحمن تعطيني اياها لا انا ناوي امر عليكم كل ابدا انا وياك ناوي امر عليكم كل خالد هذه فيها حق اليوم تتعشى عن رجلين خالد لا هي من اول بصرف له لكن دام في عشاء لا والله من ماني بي وياك واحد اي شيء الحين لو اي واحد يقطع عليه عشاء تعش حقوق عشاء تدري شرحه وش شرحه اني صبيت لكم تعال طيب حق الرجال العشاء لازم تقدم والله اول مره اشوف واحد يقهوه اللي يقوله ما هو وش اعطوني يا حول من شر على من حلال كيف تصل الى شو اسمه الى وجهتك بالطائرة يعني أنت على بالك لحظة المشيري من دفنها ينادونك الغنم والله أوفر والله أوفر لا 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 والله كذا كثير والله مالك دايم لا 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 أكتب أنا الجواب بس وش هو السؤال ما هو الاحتياج الذي يمكنك تقديمه لغيرك وما هي الطريقة؟ فهمت الحين السؤال أنا السؤال مو واضح مرة
هل يتكلم عن الموهبة ولا يتكلم عن موهبة؟ لا ما تقدر تقدمها بيه. إلا أنت منشد. منشد تعلم الواحد اللي يشهد. أنت عندك شيء. إيه. تقدر تأخذ. فارس أصب لك قهوة. إيه. وغيرك يحتاجه. إيه. كيف تقدم؟ أنت أكيد من ذكائك إنك بتربطها بموهبتك. ما أنت تقول بقدم صدقة ولا ما ولا بتربطها بالموهبة. ما هي كذا؟ إيه أنا مثلاً شوف الجواب يعني جاوبت تحسين الصورة الذهنية والانتقال بالمتلقي من حالة إلى حالة أفضل، هذا احتياج يحتاجونه بعض الناس وأنا أقدر تقديمه. ما هي الطريقة؟ اختيار الطريقة الغير مباشرة، أنا دائماً أقدمها بهالطريقة، اختيار الطريقة الغير مباشرة وتأخذ هذه مني عادة أيام بل أكثر. أضف. يلا يلا يلا. كهدي الرسول ما بال أقوى. ما بال أقوام. إيه. هذه ما يجيبها مباشرة الرسول، أنت تقدمها بطريقة غير مباشرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقوم على المنبر يقول ما بال أقوى، يعني يعرف فلان وعلان يعرف أفقها لكن يقول ما بال أقوى. كده تختمها بالحديث حلو جدا. غير مايك مايك نغير. أول حاجة التي تقدمها لغيرك ما هو الحاجة التي تقدم ما هو الحاجة التي تقدمها لغيرك كنت ما تحتاجها. هذا السؤال عمي، هذا سؤال ولا قصة؟ واليوم ما شاء الله الشباب كلهم مشاركين. أنت قصدك عشان فلوس ولا عشان المشاركة؟ المشاركة ما جيتنا توقع. هو طالب أنا مكتبها إذا أبعطيه بس أما القامة. بسم الله. السلام عليكم. وائل. السلام عليكم دكتور. كيف الحال؟ السلام عليكم يا أهل القرية، مساكم الله بالخير. أنا قلت الجماعة شدوا اليوم، ما في أحد. الله يبقيك، الله يبقيك. شو أخبارك؟ ساك طيب الله يسعدك. ما تشوف شو وحش. يلا حيا. كيف صحتك؟ أخبارك؟ ساك طيب. شنعنك الله حيا. كيف أموركم؟ ساكم خير؟ الله يطول عمرك. مشر عنك؟ منور ما شاء الله. ساكم طيبين؟ الله يجزاك خير. نور نوركم. الله يبقيك يا هلا. كيف حالك؟ ساك طيب. راضي جبيل الضيافة. نعم والله. طيب اخبارك؟ كيف امورك؟ ساك طيب؟ الله يسلمك. مكتوب في الخلف صح؟ نعم. هلا عمر. يلا حي عمر الملح. شو اخبارك؟ ساك طيب؟ الملاقب. طيب عنك؟ مساكم خير. متى بتلبس الزي الوطني يا عمر؟ والله جاهزين احنا 24 ساعة وغير. المايك الظاهر تحت شغله. كيف امورك؟ الله يطول عمرك. ساكم طيبين؟ ايش الاخبار؟ اخبارك؟ مساكم خير؟ يا اخي ما شاء الله ابتسامتك الله يجزاك خير. هو يعني اللي يشوفك صالح ما يملك الا يبتسم ما شاء الله. الله يرفع قدرك. دمك صور وشاب. الله يرفع قدرك. عبد الرحمن عبد العزيز بسرعه ساعدني. عبد الرحمن. ونعم عبد الرحمن يلا حيه. كيف جبتك صح ها؟ يلا حيه. شو اخبارك؟ ساك طيب؟ الله كيف الامور؟ يا مرحبا. ساكم خير؟ انا ابو حميد. كيف حالك؟ مرحبا. ساك طيب؟ الله يعافيك. طول عمرك. شو اخبارك؟ هلا والله محمد. سلامات سلامات. مين اللي صادمك هذا؟ وجاي في الشمعة يعني. مطكوك مطكوك. افا من اللي طاقك؟ من اللي يقوي طقك محمد؟ حديده طقك. اي الحديده ما تلعب. هلا يا كلوندر كيف حالك؟ ساك طيب؟ شو اخبارك؟ طيب. اسال الزكمه بعد ايدك. لا والله يا مساكم الله بالخير. محمد يبدع. ايش الخط الحلو هذا؟ اهلا. شو اخبارك؟ ساك طيب؟ هلا والله. عز صح؟ هلا. عز قادر. صح ولا؟ الله. حياك الله. هلا بسام. حياك الله. شو اخبارك؟ طيب. الله يعافيك. اهلا. كيف الامور؟ يلا حي. مساك طيب؟ الله يبقيك. الله يجزاك. كفو والله كفو. مساكم الله بالخير يا شباب. اسعد الله اوقاتكم. سلام. يلا حيه. يبقيك. يلا حيه. يا مرحبا. الله يبقيك. شو اخبارك؟ طيب. اسبوع كامل ننتظرك. الله يجزاك خير. اسبوع حليت الواجب. طيب. حليته. نشوف الحين. عربي والانجليزي. خمخمته بالانجليزي وبالعربي. تريده بالانجليزي يمشي تريده بالعربي. كفو. والله ان ترحيب ما هو بالله. والله ان ترحيب لله. يا مشكور ان ترحيب لله ما هو بالله. انا والله العظيم بقول لك شيء ذيك اليوم. انما رحب بك الاسبوع اللي راح. جاء فيها 80 شبه الترحيب كيف؟ نشوف نشوف اذا وزعنا الدرجات نشوف. لكن اسكت. ما اقدر انك ما توزعني انا ارحبك. يلا حيهم. مساكم الله بالخير جميعا. انا والله من دبن. حياكم الله. وين منيف راعي القهوه؟
من يفرع القهوة وينه؟ أموركم يا شباب، أخباركم؟ خالد كيف حالك؟ اللي كان مسخر الأسبوع الماضي كيف اليوم؟ أوه تمام أبشرك يا خالد، أنت اللي كنت مكربن كويس. من هو دوره اليوم؟ من اللي مكربن اليوم؟ كل ما مكربن ألا فيه شو اسمه فارس؟ لا بأس عليكم. طيب خلنا نبدأ برنامجنا. أنا عارف السبب الرئيسي حالتي النفسية. قام من النوم يا دكتور، قام من النوم وطالع نفسه في المنظرة، كيف بتكون نفسيته زينة؟ يمكن يمكن المراية كان فيها عاكس فكان أشوف صورة غيره. لا 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 صلوا على النبي يا جماعة. اليوم أنا كنت في دورة الصباح في أحد الوزارات، فأثناء هلا منيف قوتك جاهزة؟ كفو. فجاء واحد في أثناء الدورة قال لي طلب آمر، بس وش بغيت؟ قال لي طلب أبغاك يعني لا تردني فيه. قلت مدام أقدر عليه إن شاء الله، لا يعني ماني برادك. قال تقدر عليه. قلت أبشر مدام أقدر عليه إن شاء الله جاك. قال وتلبيه لي؟ قلت إن شاء الله. قال تراه اليوم، وش هالطلب اللي أقدر عليه واليوم وتعرفه ولا عارفه؟ قال ترى الله يرحم والديك اللي جيت في بداية إحنا نقول طاح ما طاح، لأن ناظروني من هنا فيقولون طاح ما طاح، فأبشر خوينا إن شاء الله أني ماني بطايح. وانطحت ما يخالف، طاح من هو وين وائل؟ طاح وتعور. قول أمين إن شاء الله تطيح في الجنة. لا نطب الجنة، لا نطيح فيها إن شاء الله تطيح فيها. لا 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 دخلها إن شاء الله. ما تريد تطيح في الجنة؟ بطيح أنت بسلامتك طح. أه والله أني أريد أطيح فيها، والله لو فراش فيها. لا لا بندفنها اليوم. أنا أتوقع أنه بيأخذ نصيب الأسد في الدرجات أتوقع. والله توقعتك طال عمرك ما تخروح هباء منثورة. ما دام أنك توقعت عطني عشان ما يروح توقعك بلاش. طيب إحنا بنخلي السؤال في آخر شيء. الشباب طلعونا العرض، طلعونا العرض اللي على الشاشات. طيب أي بالإجابات في آخر الآخر حلقة نبغى نسمع منكم. طيب صلوا على الحبيب شهاب، اللهم صل على رسول الله. إحنا برنامج نرجع وأقول إنه يجيب على سؤالين. السؤال الأول كيف أعرف كم قيمة شخصيتي كويسة ولا خال؟ أشكرك أشكرك جزاك الله خير. شوف بعد الدرجات نفس الكلام ولا يتغير. السؤال الأول هو كيف أعرف كم قيمتي في هذه الحياة، والسؤال الثاني كيف أزيد هالقيمة أيا كانت مرتفعة ولا منخفضة. وراح نبدأ بالمسببات، ثم يمكن إذا ربنا يسر حندخل في شيء اسمه يعني أشياء تنقص القيمة، هذه الأشياء تزيد القيمة، توجد الإنسان القيمة. بعدها راح نشوف الأشياء اللي تسحب القيمة منك. ذكروني بالأشياء اللي تكلمنا عنها المرة الماضية. طرحنا أربع أشياء من مسببات القيمة، قلنا هذه الأشياء تجعل قيمتك أعلى. الأول إيش كان؟ الهدف. لا 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 لا. السؤال كان الاحتياج والمتعة. أحسنت. قلنا وش الأشياء اللي تزيد قيمتك، مسببات القيمة. أحسنت. وش الحاجة؟ الحاجة والمتعة. أن يكون لك حاجة في المجتمع. لا 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 لا. سؤالي للهدف. أنت هدف يا بندر. الثاني كان ايش؟ المتعة. المتعة. الفائدة. الناس تشعر بالمتعة معك. الفائدة. والثالث والرابع ايش كان؟ لا مو الهدف. انت شبكت الظاهر بيني وبين ماجد. اي أيوة والله العظيم جت افكار. لا ماجد مادة ثانية. 102 ماجد، 101 سليمان. مصيبة تدري شو كلها. ويطيح ماجد لما يطيح. لا ما قد طاح. الرابع يا جماعة كانت الجدة. الجدة والحداثة. الجدة والحداثة. طيب تذكرون الخامسة اللي عرضناها وقلنا نكمل بعدين؟ ها محمد كانت عندك. وقلت خلنا نقول خمسة ونكمل خمسة. الجمال. أحسنت. الجمال. طيب الجمال يا جماعة من الأشياء اللي تجعل الأشياء قيمة، من الأشياء اللي تجعل لأي شيء قيمة أعلى من غيره هو وجود الجمال. لكن عن أي جمال نتكلم؟ عن أي جمال نتكلم؟ الجمال قسمين رئيسيين، جمال ظاهر وجمال الباطن. جمال الظاهر يلعب دور. خلنا نتكلم جمال الظاهر. جمال الظاهر يلعب دور في القيمة ويشكل أهمية. لو لما تشتري جوال وجود الشكل طيب في الجوال وإخراج زين تصميم زين، هذا أشياء تجعله مرغب لك. سيارة مصممة بطريقة جيدة، إنسان مظهره حلو وشكله زين وأنتيكة، يعني هذا من الأشياء تزيد قيمته. لكن إشكالية في الجمال الظاهر، إشكالية رئيسية وش هي؟ أحيانا ينخدع فيها الشخص. أحسنت. أحسنت. الله يكرمك جزاك الله خير. زي ما قال محمد أثره محدود جدا، أثره محدود وجدا محدود. العين تألف بسرعة، تألف بسرعة، ولذلك بعد فترة من ملاحظة الجمال يبدأ هذا الجمال الظاهر يفقد قيمته في العين، فيصبح لا قيمة له، لا قيمة له، يبقى الجمال الداخل. وأذكر لكم قصة. لا تشرب حقي ها. أذكر لكم قصة حصلت لي شخصيا. يوم من الأيام صليت المغرب في مسجد وجلست، المهم كان قدامي رجال معه بنته الصغيرة.
تخبر الواحد بعض الأحيان إلى يعني بعد الصلوات يبدأ يسرح يروح من يسار عليكم السلام. فقعدت ألاحظ الرجال والبنت وأنا مسرح في موضوع ثاني. البنت بدأت تلتفت على الموجودين في المسجد تناظرهم، تجيل عينها في المسجد تناظر يمين ويسار. أثناء التفاتها يمين أبوها بدون ما تشعر قام وراح يسار بدون ما يشعر هو كذلك، يبدو أنه هو سرحان. فاللي صار أن البنت بقت في مكانها، أبوها راح مع الجهة الثانية. البنت انتبهت لفت يسار ما لقت أبوها، بدأت تتلفت وتتلهف بشكل ملهوف، وين أبوي وين أبوي؟ صغير يمكنها أبوه 3 سنوات، وين أبوي وين أبوي وين أبوي؟ التفتت شافت أبوها، أبوها كان وراي. لما شافت أبوها يا جماعة ابتسمت ابتسامة آسرة، شفت الملهوف المرتاع اللي لقى أهله وربعه، ابتسمت هالابتسامة. أنا قلت وش شكل الأب هذا اللي انعكست هالابتسامة على بنته؟ ابتسامة ساحرة خلابة جميلة البنت. لا البنت عادية يعني، لكن التفت لوجه الأب لقيت جماعة فيه من البشاعة ما الله به عليم. وجهه معرض للضربات وحتى فيه لحيته ما هي مرتبة وشماغه محيوس وكذا، لكن يناظر البنت، البنت مبتسمة. الأب ناظر ما في شيء يدعو الابتسام. ابتسامة البنت لأنها لا تنظر لجمال صورة أبوها، تنظر للجمال اللي في داخل أبوها تشعر فيه، تنظر لمعنى الأب، تنظر لمعنى العلاقة، معنى المحبة، معنى الأخلاق العالية اللي تجدها في أبوها. هذا كنبهني يا جماعة أنه اغترارنا بجمال المظهر اغترار زائف. وأتوقع كلنا نحن في علاقاتنا الخاصة مع أخوياننا مع أحبابنا الجمال الظاهر لا نعطيه قيمة أبداً. ما إذا يفيدني إنسان حسن المظهر حسن الهندام، لكن من أسوأ الناس أخلاق لا قيمة له. يقول عمر أبو ريشة، يقول أي وش يقول في البيت؟ أحسنت أحسنت، تحية تحية، أحسنت. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال الروح والأدب. يستاهل والله، يستاهل تصفيقك أنت على نقاط. الله الله الله، يستاهل يستاهل بعد هو. لازم لازم تعطيه. طيب نعطيه إن شاء الله بعد ما شوف. ليس الجمال وإيش؟ ليس الجمال، ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال الروح والأدب والأدب. عبد الله عندك شيء؟ عندي بس مشاركة، يقولون معلومة ما أدري هي صح ولا لا، يقولون الحرمة تشوف الرجل أزين من طبيعتها ب5 مرات أو 10 مرات. طيب نرجع لموضوعنا يا شباب، الله يجزاكم خير. هذه المواضيع اللي تفدي في داهية خلونا بعيدين عنها. طيب هذه القضية الأولى، قضية الجمال. ممتاز مرة كلامك زين، بس لا تعيده ثاني مرة. الجمال يا جماعة زي ما قلنا هو جمال الداخل وجمال الظاهر، وجمال الداخل هو اللي عليه القيمة وهو اللي عليه التأثير. والجمال الحقيقي نريد نسعى له حتى تكون قيمتنا أعلى هو جمال الداخل. خلينا من جمال الباطن، خلصنا. أنا قلت شيء غلط؟ لا بس نعلقت اليد. قلت شيء غلط؟ سم بس سم. عمر أبو ريشة صح محمد؟ عمر أبو ريشة، عمر أبو ريشة شاعر، شاعر قديم توفي قبل يمكن حول 10 سنوات 15 سنة. إذن هذا المسبب للقيمة. المسبب الثاني الندرة. ما خلينا نكمل قصتك، كملها بعد ما نطلع. يقول يعني جمال الداخلي، يقول مع الأيام الريال إذا ما أثبت جمالها الداخلي الحرمة تشوفه على طبيعته. كذا ممتاز، فهمت؟ أنا كنت بقوله ما خليت. كذا ممتاز مرة، فهمت؟ أكيد هذه نيتك من الأول. أيوة كانت نيتي، لكن أنت ما خليت سرعته. شفت أنكم استعجلت. طيب هذا يدل أنكم ما شفتوا الجمال الداخلي اللي. إلا والله واضح. شفتوا الجمال الخارجي. من عكس جمالك هو. طيب محمد. اللهم صل عليه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسام. يعني ممكن استشهد فيه، ممكن استشهد فيه. يعطيكم قصة جماعة مؤثرة جدا. يوم من الأيام جاء أحد الصحابة إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الصحابي هذا لا يعرف له شيء، اسمه جليبيب. مين جليبيب؟ متى طلع؟ متى؟ ما أحد يعرف عنه شيء. وجاء وقال يا رسول الله زوجني. قال اذهب إلى آل فلان وأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بنتهم لك. فذهب جليبيب إلى البيت هذا، طق الباب، سلام عليكم السلام، أنا جليبيب. مين جليبيب؟ ما نعرف جليبيب. رسول الله عليه الصلاة والسلام صلوا عليه أرسلني أخطب بنتكم. دخل الأب والبنت، الأب والأم، كان قبيح. الأب والأم كانوا يقولون جليبيب، مين جليبيب؟ ما عندنا البنت هذا، نبغى واحد يعني. فالبنت كانت تعي فكرة الجمال الداخلي، قالت يا أبتي هذا مرسل من رسول الله، رسول الله خطبني إياه، وين بلقى أحسن منه؟ والدليل أنه في الغزوة التي حصلت بعد ذلك استشهد فيها جليبيب. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأسه وبكى عند رأسه عليه الصلاة والسلام. الصحابة قالوا من جليبيب؟ إذن جماعة ترى قضية الأمور الظاهرة والشكلية هذه
يبغانا ايضا ننظر فيها. القضية الثانية اللي تجعلنا نشعر بقيمة الأشياء الندرة، أن الشيء نادر، وكل ما كان الشيء عزيز تكراره كل ما كانت قيمته أعلى. خلينا نقفل الفكرة. كل ما كان الشيء نادر صعب الحصول على مثله كل ما كانت قيمته عالية. ولذلك بعض اللوحات القديمة اللي انعدم مثيلتها قيمتها عالية جدا 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 تفوق قيمتها الأصلية، ولا تباع، وعليها حراسة وعليها حفاظ وعليها ما أدري إيش. الكلاسيك. وش الكلاسيك؟ نفس السيارة ذي اللي برا غالية وأغلى من السيارة الجديدة. كل ما كان الشيء يندر إنك تحصل على مثله أو عليه كل ما كانت قيمته أعلى. طبعا والشيء النادر هو الشيء اللي يحافظ عليه، الشيء اللي له يعني أهميته وقيمته. عمر أو راشد آسف. أستاذ أنا الحين كلامك عين الصواب، لكن بقدر ما هو مهم الجمال الباطني برضو الجمال الخارجي مهم. الحين يجيك ناس فهم غلط، لا لا هو اللي أبيض ولا هو اللي أسود كذا جاي، لا هو اللي في الوسطي جاي كذا ولا كذا، يقول مثلا أيوه، يقول مثلا يطلع بشكل بشع وتب كرامة ريحة وكذا، يقول ما أهم شيء جمال الباطن، أهم شيء إني طيب. أحسن. أنا ما قلت الكلام هذا صح؟ لا أنا بس بالعكس الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكد إنه إن الله جميل ويحب الجمال. الله الله. والنبي الله صحيح كان ينفق في طيبه شيء كثير. الواحد يظهر بأفضل حلة بأفضل مظهر. أحسنت. لكن الكلام على هل يجعل لك قيمة هو جمال صورتك ولا جمال مخبرك؟ لا هي التوازن. إذا اجتمعت الثنتين فهي جيدة، لكن المخبر هو اللي عليه القيمة. المخبر قيمته أعلى. المخبر هو القيمة، هو القيمة حقيقية. شيبانا يقولون الخبر باليوف ما هو بالشوف. أحسنت. جميل جميل. طيب سمحونا نعدي اللي بعدها. نعم. إذا الآن هذه الندرة رقم كم؟ الندرة رقم كم يا شباب؟ ستة. أحسنت. عدد هنا ستة. ستة. الأولى كانت الحاجة. الحاجة. الفائدة. المتعة. المتعة. الجدة. الجدة والحداثة. أحسنت. الجمال. ثم الجمال ثم الندرة. السابعة هي الارتباط. بقدر ما يكون الشخص أو الشيء له ارتباط زماني أو مكاني، هذا الشيء يذكرني بزمان زماني معين أو مكان معين تكون قيمته أعلى. يعني خلنا نأخذ مثال. بعض الأحيان نسمع بعض القصائد أو بعض القصص اللي تعود إلى فترة زمنية معينة، ليست القيمة في القصيدة بحد ذاتها بقدر ما هي الأحداث اللي نشأت في هذه القصيدة أو المناسبة أو المكان اللي نشأت فيه. بعض القطع، بعض الأشياء، بعض الأشياء، بعض المنسوجات ليست القيمة فيها نفسها بقدر ما هو المكان اللي أتت منه أو الزمان اللي ارتبطت فيه. تجيبها من برا من دولة ثانية، كوب نفس الكوب الثاني بس أحسنت. المكان اللي أخذت. أحسنت. جميل جدا. طيب هذا الارتباط الذي كذلك يجعل الأشياء قيمة أكثر، البراعة والإتقان. كلما كان الشيء أكثر براعة وأكثر إتقان كلما كانت قيمته أعلى. ولذلك مثلا السيارات اللي تصدر مثلا أو تنتجها دول معينة معروفة بأنها على درجة عالية من الإتقان قيمتها أعلى بكثير من سيارات ثانية فقط لأنه الإتقان والبراعة اختلف. نفس الشيء علينا حنا، مستوى البراعة والإتقان موجود عندنا في أعمالنا في أدائنا يجعل قيمتنا تتباين. كان عندك شيء راشد؟ كان إيش في يدك تبع؟ بالك نسيت. طيب يرجع إن شاء الله. منيف. الصعوبة والبراعة والندرة وش كم ذكرنا واحدة؟ حنا قلنا الأسبوع الماضي أربع. قلنا الحاجة، المتعة، الفائدة، والجدة. اليوم بدأنا بالجمال ثم الندرة ثم الارتباط والآن البراعة والإتقان. أيضا الصعوبة، كلما كان الشيء من الصعب الحصول عليه قد يكون متوافر لكن من الصعب الحصول عليه، كلما كان الشيء من الصعب الحصول عليه كانت قيمته أعلى وأعلى وأعلى، وأكيد له لذة أكيد. يعني مثلا قابلت أحد الناس اللي تسلق قمة من أعلى ثمان قمم في العالم ويذكر عن تجربته، يعني تجربة مريرة جدا، يعني بل حتى أنه يهيئ قبل صعوده للقمة فترة طويلة. يقول يعني تعيش في أجواء معينة، كل ما طلعت فترة يوقفونك عشان يشوفون تأقلم جسمك مع نقص الأكسجين، تقعد يوم يومين أمورك زينة كمل، ثم المرحلة اللي بعدها وقف. يقول تصل مراحل كل الفريق يغمى عليه لأن الأكسجين ينخفض بشكل كبير. الهملائي؟ لا هم الهملائي، كانت في أفريقيا القمة هذه. فالصعوبة هذه هو الفكرة. هو يقول لما طلعت فوق صوروني صورة وأنا في أعلى القمة، طبعا يقول كان جوالي معي، لما وصلنا فوق درجة الحرارة كانت دار مدري كم سالب 30، يقول في الجوال صار الفريزينج تجمد، البطارية انتهت. اللي عاش معنا ذاك الجوال قديم اللي صور، فيقول الصورة اللي صورتها في ذاك المكان صورة يعني مهزوزة دقتها تعبانة، بس يقول تسوى عندي كل صوري الثانية. الصعوبة كانت سبب الحصول أو سبب قيمة الصورة هذه، كانت صعوبة الحصول عليها. قبل أمس كان عندنا ضيف في ديوانية سرحان، هاي سار لي أكثر من ما أدري كم دولة ومن ضمنها كوريا الشمالية. شفت اللقاء وشفت أسئلتك القيمة ما شاء الله. لا بس كوريا الشمالية ما عرضها، إن شاء الله نبي عرضها.
كوريا الشمالية دولة ما حد قد صور عنده أيه. فيها ولا حد سوى شيء، لكن هو الصعوبة تعدى الخطورة علشان بس يصور فيها صحيح. وقام تستضيف القنوات كلها تقريبا، القنوات كلها تستضيف. الصعوبة يا جماعة تجعل الأشياء قيمة، كلما كان في الصعوبة الحصول على شيء كلما كانت قيمته أحسن، وذاك الاختبارات مثلا والنجاح اللي بعدها يجعل الإنسان في رشوة وفي فرح لأنه في صعوبة في شيء بذله. طيب أخيرا العاشر السمعة. السمعة السمعة تجعل أشياء قيمة. الغريب أن السمعة هي سبب ونتيجة في نفس الوقت، يعني السمعة كيف حصلت؟ حصلت بناء على أشياء كثيرة سبقتها، قد يكون البراعة، قد يكون الجمال، قد يكون الفائدة، تكونت السمعة. والسمعة في ذاتها في نفس الوقت هي سبب. اسمح لي بسعد المجيد، الآن مثلا بعض الأجهزة اللي ارتفع أسعارها ترى السمعة كانت وراء ارتفاع السعر. أحد الأجهزة الجديدة اللي طلع يمكن تعرفون قصته، كان اللي خلل في البطارية والطيارات أصبحت تحذر منه لا تشبك على الشاحن بل أكثر مكان، هذه السمعة لحالها خفضت الأسعار. نعم السمعة عامل مؤثر جدا. وهذه كانت صح ولا ما إشاعة؟ لا ما الله أعلم. طيب عبد المجيد، أحد أهم وأبرز وأجمل أمثلة السمعة محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام الله، يعني لم ينشر الرسالة ويعلنها إلا بعد يعني ما شهدوا له قومه أنه الصادق الأمين. أحسنت. فلذلك أصبح التأثير قوي جدا وشهد له الأعداء. أحسنت جميل الله يفتح عليك. أحسنت. السمعة يا جماعة قضية حساسة جدا، والإشكالية في السمعة أنها زي الزجاجة، يعني ممكن تعمل أشياء كثيرة جدا وتتعب فيها بشكل كبير، لكن من خطأ بسيط كل شيء محا. وترى هذه جبلة بشرية، الناس عندهم العادة هذه أنه الناس تنظر للشيء الجيد أنه عادي، وهذا المفروض. طيب سويت شيء جيد هذا مطلوب منك، لكن أخطيت يا ويلك يا سواد ليلك. هل ممكن نربط السمعة مع الثقة؟ يعني السمعة إذا يعني لو جينا من ناحية الأطباء، أيوة، في طبيب مثلا طبيب أسنان معين وائل. تحصل كل الناس لذاك الطبيب لأنه أحسنت. خلاص أحسنت. فهل هي ثقة أيضا؟ أحسنت. هو الإشكالية أن السمعة بعض الأحيان تختلق وتصنع يعني وتحبك على لا شيء، وتفاجأ بعض الأحيان أنه كثير من الأشياء سمعتها أكبر بكثير من قدرها الحقيقي، لكن السمعة تؤثر. نعم. تؤثر، بل هناك أناس يتأكد أنه الشيء اللي عليه سمعة ما يستحق السمعة هذه ومع ذلك ينصاع للسمعة. في شيء يسمونه العقل الجمعي. إيش معنى العقل الجمعي؟ يعني هو التفكير اللي يبدو في المجموعات. الله. وفي واحد ألف كتاب اسمه سيكولوجية الجماهير، كتاب رهيب، يقول أنه الناس إذا فكرت مع بعض، إذا قررت في قرار واحد، يقول حتى لو أنت متأكد تماماً أنه الكلام غير صحيح، يقول أنت لا تملك أن تقاوم حركة المجموعة. السمعة عامل مؤثر. طيب الآن أتينا على العشرة بالكامل. طيب أعطني إياها. أيوة بسام، إيش بغيت؟ بس تعقيب بسيط على السمعة. سمعتك برا لو ما هي قوية وفيها فائدة ما كان استمعنا. يا الله يا الله، كم نعطيه؟ سمعتوا كلام بسام؟ كلام ما ينعاد يعني. أقول سمعته لو ما هي برا لها قيمة وفائدة ما كان استمعنا لها. أشكرك أشكرك. صبر الفنجان محمد، يستاهل. تحية. طيب يا جماعة خلونا نلملم الأشياء العشرة هذه. إحنا قلنا الآن عشرة أشياء. نعم. الحاجة والمتعة والفائدة والجدة والجمال والندرة والارتباط والبراعة والصعوبة والسمعة. لو بغينا نفكر فيها بشكل أعمق شوي، هل أقدر ألخصها وأجمعها في شيء واحد؟ تأملوا في العشرة قدامكم. فن التعامل. فكروا فيها شوي. فن التعامل. أنا أشوف أنها السمعة. فكروا فيها شوي. أنا أقول السمعة. نختصرها بأحد الأشياء ولا ممكن أحدها أو شيء ثاني؟ هي هذه كلها، إحنا كلنا قاعدين نتكلم عن القيمة، لكن هذه العشرة كثيرة علي والله كثيرة علي. هل بالإمكان أجملها في شيء واحد هو الأصل وكلها تصب فيه؟ من الموجود ولا نختره؟ ممكن من الموجود أو شيء ثاني. البراعة والإتقان. محمد أستاذي، أنا أقول الإتقان. الإتقان. طيب السمعة. طيب أيضا الإبداع. طيب عبد المجيد شو رأيك؟ طيب خالد شو رأيك؟ أنا اختصرها بكلمة برا. لا أبغى في شيء واحد. هذه عشرة أشياء تجعل لي قيمة، لكن صعب علي العشرة هذه اشتغل عليها كلها. هل بالإمكان شيء واحد؟ القوة. ها؟ قربت. نقاط القوة. قربت. خذنا بالدرب. أنا أقول. لا هي مفتوحة اللي عندي جاب يشارك محمد. فن التعامل. إيش؟ الجدة والحداثة. الجدة والحداثة. نقاط القوة. فن التعامل. صالح. تقصد أن أنا أختصر في واحدة منها؟ واحدة منها أو شيء ثاني؟ الفائدة. المايك صالح. نقاط القوة. نقاط القوة. الشخصية هي قوة الاهتمام. الشخصية قوة الاهتمام. نيف. كلها تجتمع في النجم.
في النجم ما اختلفنا، بس أنا الآن هذه أشياء تجعلني أكون نجم قيمي، أجعلني أكون نجم قيمي. الإشكالية أنه العشر هذه كثيرة علي. النجاح نتحدث عن نجم النجاح نتحدث عن هذه الأشياء. أنا معك الفكرة جماعة، وش هي العشرة هذه؟ هي لتجعلني إنسان ذو قيمة عالية، لكن العشرة هذه كثيرة. هل بالإمكان تعطيني شيء واحد أشتغل عليه تزيد قيمتي؟ النجاح، التجديد، التجديد، النجاح، سالم، تمييز، النجاح، ها آخر إجابة. التطور أو الإبداع. التطور، طيب ممتاز. عمر، البراعة والإتقان. طبعا هذه يا جماعة أنت لو عبد المجيد مرة ماضية قلت كلمة تذكر، جبت طاري الكوكيز صح؟ فأنا اليوم قلت بجيب لكم هدية كوكيز يعني، صفقوا لي. نرجع لموضوعنا، يعني أرجع بالخمسمية بيض الله وجهك، بس وين أصرفها فيه؟ في محل يصرفها؟ هذه طبعا هدية من بنز كوكيز إذا تعرفونهم، يعني تستاهلونها حقيقة. طيب نرجع لموضوعنا، أعطوني شيء واحد يجمع العشرة هذه كلها. سامح، ها عبد المجيد، صناعة الفرق. صناعة الفرق، طيب ممتاز. منيف، المحاولات. ماشي ماشي، ها آخر إجابة، آخر إجابة عبد الرحمن. ثم وائل، المبدأ. المبدأ، ثبات على المبدأ. وائل، النجم قيمي. النجم هذه أسباب، أسباب أنك تكون نجم قيمي. أنا ممكن ما فهمت السؤال. السؤال حنا قلنا الأشياء تجعل لك قيمة هي العشرة هذه. طيب هذه العشرة أبغى أجمعها في شيء واحد، عامل النجاح. طيب طيب اسمحوا لي، خل فكر فيها. قوة الرغبة، خل فكر فيها، خل فكر فيها. خل نبدأها من الأخير. السمعة، أنا أشوف أن السمعة تجمع شخصية. السمعة شيء مهم جدا صراحة، يعني الإنسان ما يمكن يستغني عنه، لكن لماذا يحتاج الإنسان السمعة؟ عشان ينجح. يحتاج الإنسان السمعة حتى يشعر بالرضا عن ذاته. أستاذ، الرضا يعتبر إيش؟ يعتبر إيش؟ يعتبر حاجة. الثاني، الصعوبة. الصعوبة جعلت الأشياء قيمة، لأن الصعوبة هذه دفعتني لبذل شيء أحبه، سواء جهد، مال، وقت، لكي أحصل على هذا الشيء. معناه أن هذا الشيء يمثل لي حاجة، يمثل لي حاجة، حاجات النجاح. الارتباط، والله لما قلت الارتباط مهم يجعل لي قيمة. ليش أصبح له قيمة؟ لأنه يذكرني بشيء عزيز، بحدث معين في حياتي. هذا الشيء أيضا يمثل لي حاجة، حاجة. إذا هذه كلها تجتمع أحسنت في الحاجة، في الحاجة. قوة. نرجع ونطرح نفس السؤال، هل غيرك يحتاج لك ولا ما يحتاج؟ يحتاج. بالعربي، كل العشر أشياء هذه إذا كان في حاجة لك ستكون كلها موجودة معك. نعم. السؤال يا جماعة اللي أرجع وأطرح مرة ثانية وثالثة ورابعة وإلى أن شاء الله، ما هي نوع الحاجة اللي يحتاجك فيها غيرك؟ وكم قيمة هذه الحاجة اللي يحتاجونك فيها الناس؟ وكم مدتها؟ وهل هي من الأشياء الأساسية أو من الأشياء الكمالية؟ آخر سؤال، هل هذا، هل هذه الحاجة يمكن لغيرك أن يقوم بها ولا هي موجودة عندك فقط؟ واضح، واضح الفكرة يا جماعة؟ ترى هذا اللي يجعل لك قيمة عالية. وارجع وقول نفس الكلمة اللي قلناها المرة السابقة، قيمة كل شيء، ها؟ منيف؟ لا، قلناها المرة الماضية وسألتني قلت من اللي قالها؟ قيمة كل شيء هي قيمة الحاجة إليه، فتراب شبر في عين الغريق من الشاطئ بالدنيا وما فيها، وقنينة الماء في عين العطشان بالدنيا وما فيها. تراب الشبر للي مثلي ومثلك جالس ما له قيمة، لكن لأنه في عين الغريق يمثله النجاة أصبح هو القيمة. والموية اللي موجودة بيني وبينك ونبذلها بدون تفكير لما نكون عطشانين تسوى الدنيا وما فيها. إذن الحاجة، الحاجة. طيب إيش الحاجة؟ ببساطة إيش الحاجة؟ الحاجة هي النقص، الحاجة هي النقص، الحاجة هي النقص. الحاجة معناها الفجوة بين ما أنا عليه وما أريد أن أكون عليه. الحاجة هي الفجوة بين أنا وين موجود الآن. أنا كم 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 دخلي الشهري؟ دخلي الشهري 1000. كم محتاج دخلي الشهري؟ أحتاج يكون 1500. إذن الفجوة اللي عندي كم؟ 500. أنا تعليمي الآن بمستوى معين، أريد أن يكون تعليمي بمستوى معين آخر. الفجوة هي واقع الحالي وما أريد أن أكون عليه. الحاجة هي الفجوة يا جماعة. طيب الفجوة هذه قصة ثانية، كيف نعرفها وكيف نشعر، نشعر الناس بوجودها؟ هل كل الناس لديه فجوة؟ نعم. هل كل الناس يشعر بالفجوة اللي عنده؟ لا. هل كل الناس متحمس أن يعمل على الفجوة اللي عنده؟ لا. أنت كنجم قيمي ستجد أناس لديهم فجوة واضحة يعانون منها ويأتون يقولون تكفى الله يرحم والديك ساعدني أردم الفجوة هذه. وأنت كنجم قيمي ستجد أناس عنده فجوة يعاني منها لم يطلب المساعدة. وأنت كنجم قيمي ستجد أناس عنده فجوة لا يعي بالفجوة، عنده مشكلة بس إيش سبب الفجوة هذه ما أدري عنها. دورك أنت كنجم قيمي أنك تشتغل عليها.
يقول الشافعي في ابيات جميله جدا. انتم معي ولا مع الكوكيز؟ معك. اكيد في احد مع الكوكيز؟ لا لا انا مع الكوكيز. اجل خل اركز معي راشد، ها الجماعه مركزين. اوكي، يقول الشافعي في ابيات جدا جميله، يقول الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات واوقات، واكرم الناس من بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. الله اكبر. واكرم الناس ايش؟ اهل الورى. ضيعتني يا مدحتوني. واكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، لا تمنعن يد المعروف من احد ما دمت مقتدرا، والدهر تارات. واشكر، شوف البيت الجميل، يقول واشكر فضائل صنع الله اذ جعلت اليك لا لك عند الناس حاجاته. اليك لا لك عند الناس حاجاته، قد مات قوم وما ماتت مكارم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس امواته. صفقولي صفقولي. لا لا والله حافظها بس اضيعها بعض الاحيان. في بيت اخر، في بيت اخر لشاعر، في بيت اخر بس على اخر بيت يقول يقول يعني يمدح خالد ويقول يا نتكلم عن خالد الوليد، ثم قال يا رب حي تراب الارض مسكنه، ورب ميت على اقدامه انتصب. يقول قد يكون هناك اناس اموات لكنهم مدفونين تحت الارض، لكنهم فعليا موجودين بيننا باثرهم بذكراهم الطيبه بفوائدهم، وممكن اناس موجودين بيننا لكنهم فعليا فعليا اموات. طيب اليوم عندي سؤال. كيف الله؟ سؤال يا عشان هذه ولا عشان الابيات؟ سليمان. طيب خالد ودنا نصرف لك واحده منها معي حقين برا. لما الواحد يعرف الفجوه اللي عنده ويبغى يشتغل عليها وكذا، هو يعد يعني هذه من مميزات النجم القيمي. اي نعم اي نعم، مميزاته يعني. اي نعم حلو. طبعا لا خالد، هو شغلتين، انك اعرف الفجوه اللي عندك واشتغل عليها، واكثر من ذلك انظر للفجوات اللي عند الناس واشتغل على مساعدتهم على ملئها. وهذا الشيء بنتكلم عنه ان شاء الله خلال الفتره القادمه. حتى وان كانت فجوتهم نفس فجوتك يعني تعلمهم كيف يفجوه. لا 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 تكبير، هو بناخذها على ست لقاءات سبع لقاءات، بس اسعى اني اكم سد الفجوه. انا طبعا ما يشوف فاقد الشيء لا يعطيه. ايوه انا كانسان اشعر بنقص، كيف اساعد الاخرين؟ الله يقولون ابدا بنفسك فانهى عن غيها، فاذا انتهت عنه فانت حكيمه. الواحد يبدا بعلاج نفسه. الناس اصلا ما تتقبل من انسان قوله يخالف فعله. يعني مهما نصحتني بالخير وانت لا ينطبق عليك الخير، الناس ترى مجبوله على انه ورني من حالك شيء يدعون لتصديقك. لكن اذا كانت اقوالك وافعالك تعارض كلامك ما يمكن اقبل منك شيء. عارن عليك اذا فعلت عظيم، اذا فعلت عظيم. بس محمد اليوم رهيب. فاقد الشيء لا يعطيه مو في كل الاحوال، صح؟ كيف محمد يقول فاقد الشيء لا يعطيه؟ ليست في كل الاحوال. كيف؟ اعطينا استثناءات لها. رجل مثلا ماتت امه، فقد الحنان، فقد هذا، قادر يعطيه، او عفوا فقد العطف، قادر يعطيه اولاده بعدين. جميل، صحيح، ممكن ممكن، مو في كل الاحوال، ممكن فيها استثناءات. نعم. ممكن فيها استثناءات. طيب يعطيكم العافيه. ارجع اقول يا جماعه، هل وضحت فكره الحاجه؟ بالضبط. كلما كنت انسان يحتاجونك الاخرين كلما كانت قيمتك عاليه. اسال نفسك ما نوع الحاجه؟ كم مدتها؟ كم مستواها؟ كيف تقدم؟ هل هي من الحاجات الأساسية ومن الحاجات التكميلية؟ هل يوجد غيري يمكن الاستعاضة به عني لتلبية هذه الحاجة أو لا؟ تمام؟ تمام. لقاءنا القادم ندردش عليها. نبغى نوزع هذه، كيف؟ من يبادر يوزعها؟ بسام منا يا أستاذ. بسام جزاك الله خير، مشكور على المبادرة. دائما يحب المبادرة. سليمان ما طلب منا. بنرجع الآن، بنرجع. يوم القيامه على انا احب تنادوني ابو فهد، ترى ابو فهد يعني فكونا من استاذ. يوم القيامه يقولون ان الناس اللي يمرون على صراط المستقيم بسرعه، يعني بسرعه اللي تقضي حوائج الناس على ايديهم، صح ولا؟ هذه المعلومه عندك فيها؟ ما ادري والله، لكنك ذكرتني ببيت يا عبد الله. عبد الله ذكرتني ببيت معي شباب. بيت او ابيات يقول، في ست ابيات يقول اذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الاسلام ثلمه، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الارض منقصه ونقمه، وموت فتى كثير الجود محل فكم شهدت له في الخصب نعمه، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمه، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمه، فحسبك خمسه يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة. الله أكبر.
ولا بعيد ولكن الرزية فقد شهم يموت لموته كثير. هذا بيت عبد الرحمن ولا؟ هذا بيت ولا شقة؟ اي حق الشافعي. ما خلصت توي؟ لا لا بس عندي قصة للبخاري عن السمعة. يلا دقايق بس خلونا مع ابو ايش عبد الله؟ ابو مبارك. ابو مبارك البخاري فهمت، يقولون انه كان رايح من البخارة الى الجزيرة العربية فهمت؟ ايوه. في سفينة وعنده 1000 دينار في كيس ازرق او طيب. احمر. فجاه واحد وقال له، وكان طيب النية، جاه واحد وقال له ما داخل هذا الكيس؟ قال له داخلها 1000 دينار. قال 1000 دينار. فالليل يوم رقدوه في السفينة صح تم ينادي يقول يا أيها الناس قد سرق مني كيسا أزرق. اسمعوا شباب قصتنا. اسمع، قال قد سرق مني كيسا أزرق فيه 1000 دينار. فالعالم ما يعرفون البخاري مثل ما نعرفها الحين. أيوة. كان إنسان عادي وكان يستخدم الدنانير علشان يجمع الأحاديث. طيب. فيوم حس هالموضوع قام الغبطان قال لازم تطلعوا لي الحرامي. بحثوا ما حصلوا الكيس. استغرب الحرامي قال كيف ما حصلوا عند البخاري؟ يوم قدهم قريب على الشاطئ قال له بأمانة خبرني ما فعلتها بالكيس. أيوة. قال أرميتها في البحر. قال كيف ترمي 1000 دينار في البحر؟ قال لي أشتري سمعتي. سنت سنت روعة. يعطيك العافية. تحية لأبو مبارك. تحية. ما صفقوا لك يا أبو مبارك. لا 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 يبدو واصل الحد يعني. أنا بفهمه ليش. لا 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 والله بفهمه. إلا طلعت إلا طلعت شرح. لا بفهمه. إلا طلعت شرح. لا بقوله طيب. بقوله ليش. طيب اسمحوا لي عبد الله. لا لا صبر. اسمحوا لي الآن بنشوف أعمال الأسبوع الماضي. عندنا شغلتين. شغلتين الأسبوع الماضي. عندنا سؤال الجمهور نبغى نشوف نتائج الجمهور، وعندنا تكليفكم نبغى نشوف ماذا أجبتوا عليه. خالد إيش عندك؟ أسألك الحين إذا عند الواحد في باب الفجوة وكذا يعني بس ارفع الصوت. يتجه إلى من؟ يعني إذا صار عنده موضوع الفجوة وكذا يتجه إلى من؟ طيب سؤال جميل. خالد يقول إذا أنا شعرت بوجود فجوة عندي إلى من أتجه؟ طبعا أنا ودي بس نرجعها إلى كلامنا. إحنا عندنا 6 حلقات نتكلم عن هذا، لكن كإجابة سريعة تتجه إلى شخص في 3 صفات. الصفة الأولى المعرفة بك، المعرفة بك. الثاني المعرفة بالشيء اللي تسأل عنه. الثالث الأمانة. مثال، عندي فجوة في التعليم أبغى أزيد من تعليمي، من أسأل؟ أسأل شخص فيه 3 صفات، يعرفني، يعرف خالد، يعرف ميزات خالد، يعرف ظروف خالد، ويعرف في التعليم حتى سؤال حتى إجابته تكون ذات قيمة، وشخص أمين ينصح. إذا وجدت الثلاث هذه في شخص، هذا شخص مناسب تسأله عن سد الفجوة اللي عندك. المستشار نعم مؤتمن. طيب سمحوا لي بس نبدأ في الإجابات، الوقت بدأ يدركنا. خلنا نشوف إجابات. لا الجمهور، نبدأ بالجمهور. نبدأ بالجمهور. نبدأ بالجمهور. إجابة إيش هذه؟ إجابة السؤال حق لا لسه نبدأ بإجابة الجمهور. نبدأ بالجمهور. الله يعطيك العافية. طيب الصراحة الله يكرمك عبد المجيد، اشكرك. سم لين ما تبحث عن اجابات الجمهور. هل هو صحيح اني الفجوه اللي عندي اروح للانسان اللي ممتلكها واتعلم منه؟ لا، احنا قلنا 3 شروط. شخص يعرفك ويعرف الفجوه وعنده امانه، يجيبك بامانه، هذه مهمه. طيب خلونا نجاوب على الناس يا جماعه. يلا فارس يا رجال. لا لا والله خذ راحتك. طيب لا والله الصراحه يا جماعه انه اجابات الجمهور على السؤال الماضي يعني فاقت المرة الأولى بشكل خرافي، لا في الكمية ولا في الكيفية، وهذا يعني يوقعك في حرج. يعني وش تختار من الإجابات هذه؟ لكني اجتهدت يعني بذلت غاية وسعي أني أختار أفضل 3 إجابات. خلهم 5. اختار والله عشان الجمهور. اختار الدنيا مو بكذا. الدنيا مو بالبساطة هذه يا أبو نعم. خلهم 5. طيب الإجابة الأولى كانت إجابة واحد اسمه مصطفى السنيدي، يقول كان السؤال ايش؟ كيف الاحتياج الذي يمكنك العمل على تقديمه لغيره وكيف ستقدمه؟ كان السؤال كيف كيف ايش؟ كيف يمكن كيف يمكن العمل على احتياج او كيف يمكن سد احتياج الناس؟ ذكروني. ما هو الاحتياج الذي يمكنك؟ لا هذا مو بحقكم، حق الجمهور. نسيت السؤال، لكن على كل حال كانت جابة مصطفى من خلال تحويل الفكرة الباردة والمخبأة إلى قيمة، والذي يحولها إلى قيمة هي الطاقة التي نمنحها لها من خلال التجديد. إجابة جميلة. يعطيك العافية مصطفى. صفقوا له. تستاهل يا مصطفى. الثاني كان ميس بنت أحمد، كانت إجابتها تقول أن يكون الشخص جامع لجميع مسببات القيمة، يقدم محتوى يزيد من قيمته بحيث يكون فيه الحاجة والفائدة والمتعة للمتلقي. كلام رهيب.
كلام رهيب. وزن من الإجابة الإجابة الثالثة كانت لواحد اسمه أي كان يقول بمواكبته للعصر وبالتماسه ما استجد من خبرات يكون كالنور تزيد حاجة غيره إليه واستمتاعهم بما يقدم الفائدة. إجابات رائعة صراحة. طيب كان سؤالنا لكم المرة الماضية ما هو وشو؟ الاحتياج ما هو الاحتياج اللي يمكن تقديمه لغيرك الاحتياج الذي يمكنك العمل على تقديمه ما هو الاحتياج اللي يمكن تقديمه لغيرك وكيف يمكن تقديمه؟ يعني يا جماعة تحرجونا كذا بالتفاعل هذا ايش الروعة ولا التميز هذا؟ من يمين طيب كل مرة معك ابشر والله. طيب خلوني اسجل الدرجات هنا. راح يكون عندنا تقييمين، تقييم على حسن توصيفك للاحتياج وتقييم على حسن طريقة تقديمك له عند الآخرين. طيب نبدأ على بركة الله. ودي اسجل درجات بس ما تشوفونها. شلون عبد المجيد تعطيني ورقة؟ اكسها اكسها. طالع تعطيني ورقة وقلم. الله يجزاك خير. طالع طالع شوف الإجابة. الله يعطيك الصحة. أشكرك. طيب خلنا نبدأ بالترتيب. نبدأ بالترتيب. بندر السؤال كان القيمة والاحتياج. بندر المبادرة. طيب اسمحوا لي الحاجة والتقديم. ما في قهوة. المبادرة. وأنا بحكم إني رجل مهام للأعمال التطوعية والاهتمام بالناس، فإنه وجب علي تقديم هذا الاحتياج وأشبعه بإقامة مثل بعض الحملات. على سبيل المثال حملات التبرع بالدم عن طريق مثل وردة زائد رسالة أخيك المسلم محتاج دمك مثل، أو طيب عن طريق ممتاز. حملات مثل العام الماضي سوينا حملة تبرع الفروة، نأخذ الفرع من المتبرعين وديها رعاة الغنم. ممتاز ممتاز. يعطيك العافية. يعطيك العافية. ممتاز جدا بندر. طيب ترى أنا بأخذ أعلى ثلاث درجات. أوكي. أعلى ثلاث درجات وراح نقسم، أو خلنا نقول أعلى خمسة. أعلى خمسة بحد مية 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 مية. يعطيك العافية. بسام القيمة اللي أقدمها الفائدة والتسلية. طيب أول شيء أبدأ به هو الانطلاق من نطاق القوة التي أمتلكها. ممتاز. أنا نطاق القوة اللي أمتلكها التمثيل. طبعاً أنا عدتها بترقيم. واحد فن التعامل. طيب هذا لازم تكون صفة موجودة. البحث عن الأشياء الجديدة وتحضيرها. ماشي. التمثيل المتقن. عمل كاركترات مختلفة لتوصيل فائدة أكثر. التحدث عن الاحتياجات الموجودة حولنا. ماشي ممتاز ممتاز. بس بقي شيء. مين عند الأذان؟ والأذان الأذان يطلع. اللي عند الأذان يطلع. المؤذن يأمل. ترى طيب المؤذن حمد المسعود سم. طبعا الاحتياج هو الحاجة. أنا منشد، والاحتياج الذي يمكنني تقديمه لغيري بأن يكون هناك شخص صوته جميل ولكن لم يكتشف نفسه، أو يكون ليس واثق بصوته، بأن أساعده بكل ما يمكن من معلومات أملكها حول الإنشاد، وأخبره في بداياتي كيف كانت بداياتي في الإنشاد، والطرق والصعوبات التي وصلت لها والتي صرت فيها. ممتاز ممتاز. يعطيك العافية. صالح الناس طبعا الناس بحاجة للاستماع إلى ما يرتقي لذائقتهم أو توصيل يعني موضوع معين عن طريق قصيدة. فأنا الحمد لله أن الله جعل عندي موهبة الصوت، عشان كذا راح أحاول أستغلها بغرس بعض القيم الإيجابية حتى تصل بطريقة طيب. مسلية. ممتاز. الأذان عبد الرحمن عندك ولا عند مين؟ الإمام الأذان يطلع واحد. الإمام يأذن. الأذان يطلع. تفضل خالد. عندي واحد يطلع بس شباب ودي نستعجل في الإجابة عشان الوقت. طيب فارس صالح أجبت على كيف تلبيها؟ أجبت على كيف تلبي الحاجة؟ كيف تقدمها لغيرك؟ طيب ماشي. طيب تفضل. ماشي ماشي ممتاز ممتاز. فارس اول حاجه استاذي طبعا انا الاسبوع اللي راح ما كنت متواجد، كنت في الاعداد كان عندي مشكله معينه، فانا ادوبني دريت والله على السؤال، لكن كتبت اللي قدرت عليه. ما هو الاحتياج الذي يحتاجه الناس؟ الناس كل شخص في الدنيا هذه يحتاج الى شيء معين، منها مثلا الشيء اللي عندي، القوه اللي عندي، مثلا موهبه الصوت وموهبه الابتسامه. ففي طيب. ظل تزاحم الاخبار التي توتر الانسان بالشيء الذي يقدمه ماشي. هو اضطراب الاذن بالانشاد والكلمات الهادفه، والشيء الثاني رسم الابتسام على وجه الذي امامي في التلفزيون او حتى بالمستوى الشخصي. ماشي ممتاز. اكمل. ودي اختصر لان الوقت بدا يداهمنا شوي. مستعجل. خلاص خذ راحتك. على ما ادري انا اليوم مهضوم حقي فاخذ راحتك. لا لا تفضل والله من اليوم انا اسكت. تفضل. طيب معليش عبد المجيد. تغيير. انا طبعا بتكلم عن حياتي وعملي. طيب ممتاز زين. بس ودي جماعه نقتضب شويتين عشان الوقت. ابشر. تغيير وتحسين الصوره الذهنيه. هذه الحاجه. اي طيب. تغيير وتحسين الصوره الذهنيه للمتلقي والانتقال به من حاله الى حاله افضل. الطريقه اختيار الطريقه الغير مباشره، وهذه تاخذ فتره اطول
زين، وقدوتي في ذلك رسول الله في خطاباته الدائمة ما بال أقوام. طيب ممتاز. عبد الله تفضل. زرع الأمل في الآخرين، زرع الأمل في الآخرين. ممتاز، هذه الحاجة. يعني الناس محتاجين أمل. ممتاز. في ناس فاقدين الأمل. ممتاز. والطريقة طال عمرك كأني أخبرهم بالأشياء اللي كنت أواجهها في حياتي. يا سلام. والصعوبة، وأقول لهم أني تعديتها وشوفوا الأمل، في أمل. يا سلام، روعة. راشد. يقول العمر الحاجة في حاجتين، اللي هو كوميديا ضحك ومواضيع هادفة حول المجتمع، وبرضه معلومات عن الإسعافات الأولية وطب الطوارئ، كلها راح أجمعها في موهبتي اللي أنا أشتغل عليها. طيب. اللي هي التمثيل والتقديم، بحيث أمثل مقاطع أو أفلام أو مسرحيات تتعلق بمواضيع كوميدية. ممتاز ممتاز. وائل. على عجالة، كن بينهم، هذا شعار الحاجة، كن بينهم. طبعا انا تكلمت على الحلقه الماضيه ايش انا اقدم للناس من خلال استثمار الشباب المتخرج من الاشياء. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.